منتخب شارك منذ حوالي سنة ونصف في كأس العالم، منتخب تنزانيا شارك مرة واحدة في نهائي كأس إفريقيا. إذن البين شاسع بين المنتخبين، لكن نرى أن كرة القدم في منتخبات أو في هذه البلدان الصغيرة التي ندعتها عادة بالصغيرة بدأت أيضا تتطور بمرور السنوات. فؤاد، يعني لاحظنا المدرب الفرنسي البوسني وحيد ليلوزيتش مدرب المنتخب الجزائري لم يهدأ له بال طيلة هذه المباراة، خصوصا الشوط الثاني هو ما بغاش يبدا يعني هذه التجربة ديالو مع المنتخب الجزائري بهزيمة، رغم أن نتيجة التعادل هي كتقصي منطقيا يعني للمنتخب الجزائري. نعم، يعني حتى في التصريحات اكد على ضروره تحقيق الفوز، لان في بدايه مشوار كل مدرب يسعى لان يدشن مشواره مع فريق جديد او مع منتخب جديد بفوز هو معنوي اكثر منه يعني هام بالنسبه للمنتخب، ومعنوي بالنسبه للمدرب وبالنسبه للاعبين لتدشين مرحله جديده لبدء مرحله جديده. المدرب وحيد ليلوزيتش الذي ربما حاول تغيير بعض الاشياء في المنتخب الجزائري، لكن برايي ارتكب بعض الأخطاء لأنه لم يتعرف بشكل جيد على اللاعبين وعلى قدراتهم وعلى مؤهلاتهم وعلى حالتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، ومن ثم تم إقحام بعض اللاعبين الذين كانوا أشباح نهار اليوم. أذكر على سبيل المثال اللاعب نادر بالحاج أو اللاعب مجاني لسبب واحد، ولأن هذين اللاعبين لعب في مراكز ليست هي المراكز التي يلعبون فيها عادة، وبالتالي تقلص مردودهم على بشكل عام. ولاحظنا ان التغييرات قام بها واحد ليلوزيتش في الجوله الثانيه مع اقحام كل من بوعزه وايضا خروج بالحاج وتغيير اللاعب مجاني باللاعب حسن يبدا، المنتخب الجزائري استعاد توازنه واستعاد انسجامه واستعاد بطبيعه الحال التهديد على مرمى الخصم، وتم ترجم ذلك بهدف التعادل. اذا بدايه نقول محتشمه بالنسبه لواحد ليلوزيتش، لكنها لا يمكن ان تشكل نهاية المشوار، ليست سوى البداية بالنسبة لهذا المدرب مع منتخب الخضر. فؤاد الحناوي، شكرا لك، نلتقي بك يوم الاثنين إن شاء الله في برنامج الماتش. طريق من طنجة للمغرب واخا بعيدة شوية، نتمنى تكون معنا في برنامج الماتش يوم الاثنين. إن شاء الله أتمنى ذلك، ونتمنى أيضا بهذه المناسبة حظ سعيد للمنتخب المغربي غدا في لقائه أمام إفريقيا الوسطى عند المجموعة. تحية لك جلال وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام. شكرا فؤاد الحناوي، كنت إذا معنا مباشرة من ملعب دار السلام الكبير بتعليق والتحليل كذلك حول هذه المواجهة ما بين المنتخبين التنزاني والجزائري. انتهت المباراة، ربما بدأ العمل الآن من جديد بالنسبة للمنتخب الجزائري بمدربه الجديد وحيد ليلوزيتش. ربما اليوم عرف في سي روندو كونت أنه العمل ديالو باقي كينتظروا عمل شاق، عمل كبير باش يعني يجعل من هذا المنتخب الجزائري منتخب قوي اللي يمكن له يمشي فيه بعيد في اقصائيات اللي كتهمه هو اكثر، وهي اقصائيات كاس العالم وكاس افريقيا 2013. بالطبع اليوم المدرب ماهوش كيما يعني ينصحوه ولا يعطيه له يعني دي كونساي ولا ينبهوه، هو يشوف دوبيزي، هو عنده النظره ديالو بالتجربه نتاعو الكبيره كلاعب وكمدرب اللي راح تخليه غدوة يشوف كل إمكانية تاع اللاعبين. الغلطة كما قال الأخ فؤاد يعني كشفها في الشوط الأول لما مجاني شاب اللي ماهوش يعني المركز نتاعو كيما النادر بالحاج، وحتى زياني يعني أنا شخصيا يعني نعرف زياني والإمكانيات تاعو يكون أحسن وأقوى في الرواق، هذه يعني النقطة القوة، راح يربح لاعب مهاجم اللي قادر يجيب الشيء اللازم للفريق الوطني. نظن باللي الوقت يعني راه بدا حان الوقت باش يعني يبدا العمل يعني لو ترافاي ايفيكتيف اللي راح يكون القدام هو مفتاح نتاع النجاح للفريق الوطني الجزائري اذا حب يعني يتأهل لنهائيات افريقيا 2013 ولما لا كأس العالم 2014.
d'accord que le travail commence, Ahmed Kantari, pour Waïd Halilhodžić, parce qu'on a vu un petit peu qu'il était là en train de tâtonner, il ne connaît pas vraiment ses joueurs, il ne connaît pas vraiment un petit peu la condition physique, psychologique aussi de ses joueurs. Il a redressé un peu la barre, il faut dire, hein, faute admise, à moitié pardonnée, parce qu'il a reconnu un petit peu ses erreurs, il a redressé un petit peu son équipe et le rendement s'est amélioré. Oui, effectivement, je pense qu'il est dans une période de transition. Il va apprendre à découvrir ses joueurs, à essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles et les mettre dans les postes où ils arriveront à s'exprimer pleinement. Et on a pu le voir en deuxième mi-temps où il a repositionné certains joueurs comme Medjani qui n'était pas à son poste en tant que milieu défensif, comme Belhadj qui est plus un latéral gauche, certes offensif, mais qui est plus un joueur qui aime partir de derrière plutôt que de se retrouver devant. Et puis, il va se servir de ces matchs. Il a encore un match au mois d'octobre, et puis il y a les matchs amicaux au mois de novembre. Et puis, il y a encore quelques dates FIFA pour lui, pour préparer un peu les éliminatoires qui vont arriver au mois de juin 2012. Donc, je pense que tous ces matchs-là, il a besoin de faire une revue d'effectifs globale et pouvoir un peu cerner les qualités de ses joueurs. يعني سعد قادر يمير واش كتشوف هاد العناصر اللي كتكون اليوم المنتخب الجزائري هي العناصر اللي يمكن يعتمد عليها وحيد هاليلوزيتش ولا كتظن انه من الاحسن بما يخص وحيد هاليلوزيتش في اطار هاد يعني بنايه منتخب جديد انه ينقب على عناصر جديده ليبني بها منتخب المستقبل هو طبعا لازم ينقب على عناصر جديده لانه اليوم الدوريات الاوروبيه تزخر باللاعبين الجزائريين فلازم هو بنفسه يدير جوله ما يعتمدش على الصحافه ولا على بعض وكلاء اللاعبين باش يعرضوا عليه اللاعبين ولكن هو شخصيا لازم يدير جوله في الدول الاوروبيه ويشوف لانه في الوقت اللي تنشوفوا بعض اللاعبين الركائز الاساسيه ديال الفريق ترحل للدوريات الخليجية مثل الزياني مثل بوغرا مثل بلحاج فهذا طبعا غيأثر على المردود العام ديال الفريق لان ما غيلعبش دائما مع تنزانيا يمكن يلعب مع دول مع أندية اخرى خصوصا في إقصائيات كأس العالم وبالتالي فلا بد انا اعتقد ما غيحتفظش بهذه المجموعه لان ربما هذه المجموعه وصلت للقمه ديالها مع نهائيات كاس العالم وبالتالي كان المفروض باش نقلبوا على مجموعه جديده بلاعبين جدد طموحات جديده بامكانيات جديده بعقليه جديده وبالتالي هذه هي اللي يمكن هو يشتغل بها لان هاد اللاعبين اشتغلوا مع مدربين اخرين وكان عندهم عقليه اخرى ربما اللي ربما ما غتناسبش مع الفكر ديالو خصوصا الصرامه وربما انضباط تكتيكي او طريقه لعب مختلفه تماما فاعتقد انه غيبحث عن لاعبين جدد باش يخلق الفريق ديالو هو لان المدرب تيبغي بحال اللي شفنا مع المنتخب المغربي انه كيريس احتفظ بثلاثه ولا اربعه اللاعبين ولكن جاب لاعبين ديالو اللي هما غيبداو معاه المسيره ديالهم. نعم خصوصا ان المنتخب الجزائري ويعني وصرامه المدرب وحيد هاليلهودžić غير العديد من الاشياء حتى في التربصات ان اللاعبين الجزائريين لما كانوا كيوصلوا لمطار الجزائر كيستقبلوهم في القاعه الشرفيه الان يعني الى شونجي اوسي با دوتيل 5 étoiles pour les stages ديال المنتخب الجزائري هو جا باش يرجع شويه ان بو دورد ان بو فهاد المنتخب واش كتظن السي مصطفى بسكريكا اخر سؤال فيما يخص هذا اللقاء لان بقاتنا دقائق قليله وانا نتكلموا على لقاء الغد ان مثلا في الجزائر وفي البطوله الجزائريه كاين بعض اللاعبين اللي يمكن لهم يدقوا باب هذا المنتخب الجزائري لا هي كاين منتخب اقل 23 سنه نعم فيه ثلاث لاعبين وانا يعني نتحمل الكلام اللي راح نقوله بامكانهم يكونوا في هذا الفريق هذا وبعض منهم يكونوا يعني حتى يعني اساسيين نذكر اسماءهم اللي هما يعني لاعب بالعمري اللي يلعب في النصر حسين داي يعني لعاب في مستوى عالي لعاب يلعب في شلالي يلعب حاليا في في في, في اسكتلندا واللاعب سعيود اللي هو يلعب في الاهلي على المصري نظن هاد الثلاث لاعبين على الاقل عندهم يعني امكانيات مؤهلات كبيره لو تكون عنده الحظ يشوفهم هاليلهودžić من ممكن جدا يعني يكونوا وفي البطوله فيه بعض اللاعبين حتى هاليلهودžić شاف مقابله اتحاد الجزائر اولمبي شلف وين أبهر بمستوى
اولمبي شلف من بعض اللاعبين اللي ربما راح يعني يركز عليهم ويستدعيهم مستقبلا. اذا عمل كبير كينتظر وحيده للوزيتش الناخب الجزائري الجديد، هدف لهدف النتيجه النهائيه لهذه المباراه ما بين تنزانيا والجزائر. ولنقلها لكم قناه ميديان تي في بصوت الزميل فؤاد الحناوي. يوم غد ميديان تي في تنقل لكم كذلك حصريا مباراه افريقيا الوسطى ضد المنتخب المغربي بصوت الزميل نوفل العواملة. ويمكن لكم يعني